ابراهيمي، عضو المجلس الوطني للكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. حنا اليوم هذه المسيره الاحتجاجيه اللي كتجوب اليوم جميع الجهات والاقاليم المغربيه اللي كتنظمها الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، اللي كتحمل نفس الهم ونفس المطالب. اولا هذه المسيره من اجل ان يصبح المغرب لكافه المغاربه مغرب تسوده العداله الاجتماعيه والحريه والكرامه. اولا ضد هذا ضرب القدره الشرائيه للطبقه العامله والمواطنين كاملين من خلال الزياده الصاروخيه في الاجور والضرائب والاقتطاعات، كذلك ضدا عن توقف الحوار الاجتماعي ونحمل المسؤوليه الكامله للحكومه، ضد سياسه لا شعبيه للحكومه وخاصه في مجموعه من القطاعات الاجتماعيه كالتعليم بخصوص توظيف ابناء الشعب المغربي الشباب منهم بالعقده، كذلك السياسه لا شعبيه للحكومه بخصوص الصحه، وكذلك من اجل اولا الزياده في الاجور بالموازاه مع غلاء المعيشه، من اجل كذلك عدم الاقتطاع من المعاشات المتقاعدين، من اجل تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011، من اجل كذلك سحب ذاك المنظومه المشؤومه ديال التقاعد واعادتها لطاوله الحوار، من اجل كذلك حوار جاد ومسؤول اللي كيكونوا فيه ثلاثه ديال الاطراف اللي هما ارباب العمل والنقابات وكذلك الحكومه. اذا حنا اليوم كنقولوا بان الحكومه ما بغاش تستوعب الميساج، الحكومه كتحمل النتيجه الكامله ديال فشل الحوار الاجتماعي، هذا الاحتقان الاجتماعي كتحمل المسؤوليه ديالو السياسه اللا شعبيه ديال الحكومه، لا تخوف من ان هذا الاحتقان الاجتماعي انتقل للاحتقان السياسي. الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل كيف ما ديما كتنبه لهذا عدم فتح الحوار مع المركزيات النقابيه، حنا مستمرات ومستمرين في البرنامج النضالي ديالنا. من هذا المنبر اولا كنحييو جميع النضالات ديال الطبقه العامله، كنحييو النضالات ديال الاساتذه المتعاقدين، وندين ونشجوب يعني الهجوم الهمجي اللي تعرضوا له يوم 20 فبراير، نحيي كذلك وصمود فئه ديال النضالات، فئه ديال المتصرفين والتقنيين، نحيي صمود الشعب المغربي، نحيي صمود الطبقه الشغيله وكل الكونفدراليات والكونفدراليين. عبد المجيد حلاوي الكاتب الاقليمي للنقابه الوطنيه للتعليم. المسيرة ديال اليوم تدخل في إطار البرنامج اللي سطرو المجلس الوطني من بعد الإضراب اللي كان ناجح وبامتياز ديال 20 فبراير، ومن هذا المنبر تنحييو الشغيلة التعليمية على الاستجابة للنداء الإضراب بحيث فاق واحد 90%. نحتج اليوم على تجميد الحوار الاجتماعي وعلى تجميد الحوار القطاعي، نحتج على الاستفزازات المتمثلة في المتمثلة في الاستفسارات والمتمثلة في التهديد بالإعفاءات من أطر الإدارة التربوية، نحتج كذلك على عدم الاستجابة للملف المطلبي ككل، نطالب بمدرسة عمومية، وينبغي أن لا يكون هنالك هشاشة في التعليم، نطالب كذلك بإصلاح المنظومة ديال التقاعد وإلغاء الضريبة على المتقاعدين. فيما يتعلق بالمتعاقدين بطبيعة الحال نحن نرفض التوظيف بالعقدة ونطالب بترسيمهم حتى لا يكون هنالك ضرب للمدرسة العمومية والهشاشة المدرسة العمومية. فبالتالي لا بد من الاستجابة لجميع المطالب المشروعة، لا بد من حوار مؤسس وجاد ومسؤول لحل جميع القضايا وحل جميع المشاكل التي تتخبط فيها الأسرة التعليمية. كذلك فيما يتعلق بالكرامة، ينبغي أن تكون هناك كرامة الأستاذ، أصبح الأستاذ يشتغل في ظل ظروف غير تربوية، هنالك اكتظاظ، هنالك عدم استقرار، هنالك تعدد ديال تدريس مجموعة من المواد، فبالتالي نطالب بإصلاح المنظومة ديال التربية والتعليم، والإصلاح لا يكون إلا بإصلاح الوضعية ديال النساء ورجال التعليم. وكذلك ندعو إلى الاستجابة وإلى الحق الدستوري في الإضراب وإلى عدم التهديد بالاقتطاعات. فتحية نضالية لهذا المنبر.